استقبل بعض من يومين رسالة غريبة من خدمة الرسائل اللي بتقدمها جريدة الوطن SMS على الموبايلات. الرسالة دي أساءت للقوات المسلحة المصرية والفريق أحمد شفيق. الوطن أصدر بيان تبرأت فيه من الرسالة المغرضة وقدمت بلاغا إلى النائب العام. طبعا في تحقيقات مستمرة حاليا هنعرف في خلال الأيام اللي جاية ده إيه اللي حصل. السؤال الأهم هنا، هل الجماعات المتطرفة والإرهابيين لسه عندهم قدرة على الاختراق والتجنيد من خلال الهاكرز أو بعض العناصر المنتمين لهم في العديد من المؤسسات الحكومية وغيرها؟ يعني لسه في أخوانا عندنا؟ دي كارثة. إزاي الناس دول متسابين كده ومزروعين في أماكن هامة؟ وهنفضل لحد إمتى نعاني من الإخوان الشياطين والدواعش وغيرهم من الخونة والعملاء والمتطرفين؟ الملف الخطير ده هنناقشه الليلة مع ضيوفي السيد اللواء محمود الرشيدي، مساعد أول وزير الداخلية ومدير المعلومات السابق بوزارة الداخلية، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة الوطن والمتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية. مساء الخير على ضيوفي الأعزاء. أنا بس في البداية عايز في عجالة، أنه مش موضوعنا موضوع الوطن، لكن إيه اللي حصل في الموقع بتاع جريدة الوطن علشان يبقى مدخل بس الحلقة بتاعتنا؟ هي رسالة كانت غريبة يعني، وثبت أن الوطن احنا أصدرنا بيان في اللحظة وفي التو وتعريفه، وتقدمنا ببلاغ لوزارة الداخلية، والأستاذ محمود البرغوثي مدير التحرير ذهب إلى وزارة الداخلية وأدلى بأقواله في البلاغ اللي قدم لمباحث الاتصالات، وجاري الآن التحقيق مع وزارة الداخلية ومع أجهزة أخرى حوالين الرسالة كيف بثت وهل هي من الداخل أو من الخارج. واغلب واحنا احنا احنا تاكدنا انه هاكرز من الخارج وليس من الداخل، لان احنا عندنا عوامل امن وعوامل الامن في داخل المؤسسه عوامل قويه وثابته، واحنا ثبت لدينا بنسبه كبيره جدا انه ليس من الداخل لكنه هو هاكرز بالفعل، وده احنا اعلناه في حينه يعني، وده لا يزال ساري حتى الان يعني. سيادة اللواء محمود، توقيت زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الى امريكا طبعا ده توقيت في غايه الخطوره والاهميه بالنسبه للمتربصين من اعداء الوطن، هم عاوزين يكون ما فيش علاقه ما بين رئيس مصر المنتخب وما بين اكبر دوله في العالم المهيمنه والمسيطره على مقاليد الامور في العالم كله. حصل في هذا التوقيت الرساله اللي طلعت من جريده الوطن، هل ده مقصود؟ بلا شك مقصود، زي ما تفضل الاستاذ وحضرتك تفضلت في اول برنامج، مقصود طبعا. بس انا عاوز برضو نحط يدينا على قد تحقيق استاذ تامر، نعم نعرف احنا عايشين فين الاول، ونشوف ايه مسببات هذه الظواهر المستحدثه علينا. نعم. اللي عاوز اقوله ان احنا نحيا الان في عصر ما يطلق عليه الحياه الرقميه او العالم الرقمي، ديجيتال وورد. ديجيتال بمعنى ايه ديجيتال وورد؟ اننا كل الدوله سواء الدوله او افراد بتعتمد اعتماد شبه كامل على انجازات ثوره تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من حاسبات اليه وشبكات معلومات واتصالات وما الى ذلك، وبالتالي اي خلل او تدمير لهذه المنظومه قد يصيب حياتنا بالشلل التام، وبالتالي نتج عن هذا العالم الرقمي عده ظواهر حقائق اكيده، منها هنوصل للحق عاوزه. نمره واحد، ان هناك ايجابيات عديده بتستخدم فيها الفيسبوك وتويتر والانستجرام وما الى ذلك، بيستخدموا في التواصل والماركتنج وما الى ذلك، ودي شيء جميل قوي. النقطه الثانيه، استحدث ما يطلق عليه الجريمه المعلوماتيه، السايبر كرايم. جريمه معلوماتيه بمعنى ان هناك ذوي النفوس الضعيفه التي لجت الى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكات الانترنت والسوشيال ميديا في الاضرار بغير او تهديد او ابتزاز او 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 الحصول على بتاع. نمره الثلاثه، ودي مهمه قوي بقى، ان هناك صراع رهيب ما بين اجهزه المخابرات العالميه الصديقه والعدوه في استغلال السوشيال ميديا والانترنت في تنفيذ سياسات هجوميه على خصومها. نمرة أربعة، ودي مهمة جدا، إن الجماعات الإثارية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة، كل هذه الجماعات وجدت ضالتها في هذه التكنولوجيا المستحدثة لأنها بتوفر لها شيء من الأمن وشيء من التهرب من الملاحقة الأمنية والقضائية. فنرجع مرجوعنا للرسالة، إن يمكن مع الباشا بيقول إن إحنا عاملين أمن وعاملين وعاملين، بلا شك في أمن في كل مؤسسة بتعمل حاجة، بس أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة، معلومة هامة جدا.
طالما حضرتك بتتعامل مع الانترنت والسوشيال ميديا وبتستخدم وسائل تكنولوجيا حديثه، لا امن 100%، مفيش امن في قدر الامكان يعني بالظبط، مفيش امن 100%. فحضرتك بتقول تاكدنا انه هاكرز، الهاكرز ده دخل ازاي عند حضرتك؟ ان هو قدر يتجاوز هذه الخطوط الامنيه، قدر ان هو يصل للداتا بيز، يصل الكوميونيكيشن بتاعكم. ولو تذكر حضرتك من حوالي سنه اللي فاتت كان في برضه هاكرز من الداخل، طالب في هندسه، قدر ان هو يعمل هاكينج على يوم السابع، جريده اليوم السابع، وقدر ان هو عمل ليهم بلاك ميل ونزل صفحه ده، وقدرنا كنت انا ساعتها بشرف باداره مباحث الانترنت وجبنا هذا الطالب وبتاع. اما بقى استاذ سامي اللي بتقول لي ان ان ان, أن زياره السيد رئيس الجمهوريه الى امريكا دي كانت برضو ضاله بالنسبه لهم، انهم يريدون بذل اقصى جهودهم على السوشيال ميديا والانترنت. انت عارف حضرتك ان النجاح اللي حققه ترامب، دونالد ترامب، اساسا كان من السوشيال ميديا والانترنت. مظبوط. اساسا ليه؟ لانه بيخاطب كم اكبر من الناس، وجميع ثورات الربيع العربي وجميع الثورات فيها الانترنت، يعني هقول الثورات الربيع العربي وما الى ذلك، كل الناس ما كانتش بتعرف بعض غير من الانترنت. فدي وجد ضالتهم في هذه بتاع، ابتدوا يعملوا الفوتوشوب، ابتدوا يعملوا بعض الافلام، بعض الترتيبات، بعض التسريبات، وابتدوا ينزلوها هناك عشان خاطر يسيء الى هذه الزياره. ورصدنا يعني الدوله رصدت كثير من هذه الرسائل وكثير من هذه الكليبات اللي نزلت في توقيت هذه الزيارة. أذكر فيما أذكر أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان قد رفض سيطرة وهيمنة الأمريكان على سنترال رمسيس. صحيح. ده كان مهم جدا. ده أنا تلقيته من الرئيس نفسه. يعني الرئيس نفسه يعني من ليا. يعني أنا عارف دي معلومة موثقة 100%. بالظبط يا فندم. وده كان منذ سنوات. طبعا مع ثورة التكنولوجيا والتطور الفظيع اللي حصل في عالم التكنولوجيا، اصبح السنترال ما هو ملوش قيمته اللي كان بيحافظ عليها مبارك. بالزبط. واصبح بديل السنترال والاخطر هو السوشيال ميديا او الانترنت. بالزبط. بشكل عام، هل هم فعلا سيطروا على ده؟ على ايه؟ الاجهزه الاستخباراتيه الخارجيه مسيطره على ده بنسبه 100%. انا هقول لسعادتك حاجه وحضرتك تستخرج النتيجه وتستنتجها. احنا هنا في مصر وفي الدول العربيه يوزر لكل الاجهزه التكنولوجيه، مهما عملنا من امن احنا مستخدمين للاجهزه التكنولوجيه التي تستورد من الخارج، صح كده؟ نعم. وبالتالي الاونر او الصانع للجهاز نفسه، الجهاز يقدر يخترقه. يخترق. وبالمناسبه الايفون الذي يباع بهستيريا داخل منطقه الشرق الاوسط اللي هو امريكي الصن، ممنوع على رئيس امريكا انه يمسكه. دي معلومه ده طبعا، ولا يستخدم الفايبر حضرتك، ممنوع ان هو يستخدمه ويفتح الواتساب، وما الواتساب ده يعني وسائل الخراب الاجتماعي وليس التواصل الاجتماعي، كما قال لي مره الاستاذ المحامي الكبير الاستاذ سليم الديب، قال لك دي وسائل خراب اجتماعي وليست وسائل تواصل اجتماعي. انا اقول لي معليك حاجه مهمه فتتعمل بيه، انت تعلم ان الكونجرس الامريكي بيحقق في اتهامات لروسيا انها اخترقت الداتا بيز بتاعت الانتخابات الامريكيه واثرت في التصويت. نعم. وكذلك المانيا. لكن النهارده كمان وده مهم جدا، المانيا عملت ايه؟ رئيس الوزراء الالمانيه ميركل اعلنت عن وجود الجيش الالكتروني الالماني، لان النهارده عمليه الصراع الرهيب عبر تكنولوجيا المعلومات في الفضاء الالكتروني محتاج عمليه تنظيم، محتاج ردع، محتاج حسم جامد، لان النهارده احنا بنواجه ما تسمى الحرب المعلوماتيه. ودي يعني الجيل الرابع او الجيل الرابع المات اهم مظاهره حرب معلومات، حرب هجوميه وحرب دفاعيه. يعني بالظبط. احمد بيه، انت خبير ويعني ليك كتابات ومحدش يقدر يزاد عليك في ده، ويعني من اكثر الناس اللي هجمت وكشفت كثير من الجماعات الاسلاميه والتطرف بتاعهم ومخططاتهم. هل الناس دي يا احمد بيه عندهم القدره، سيبك من اللي حصل في الوطن، يعني جريده الوطن ده موضوع طبعا مما لا شك فيه، موضوع الاجهزه الاستخباراتيه المصريه والاجهزه الامنيه هيجيبوه في خلال ساعات وانا هو انت هو، لكن هل الناس دي عندهم القدره ان هم يخشوا في مفاصل كتيره على غرار الوطن كده؟ يعني هو ثبت بالتجربه في الفترات الاخيره، يعني في الخمس سنوات الاخيره، ان لدى التنظيمات الاسلاميه لديها قدره على الاختراق وعلى الهاكرز وعلى التجنيد وعلى بث الشائعات. وانا يمكن انا اقدر اقول لحضرتك في الفتره الاخيره، في السنوات الاخيره، يعني مضى عهد التنظيمات القديمه المعروفه بالتنظيمات الهرميه، القيادات التقليديه، القيادات المركزيه وامير ومجموعه ومجلس الشورى. الان مع شيوع الفكره
وعوامل التجنيد منتشرة وموجودة في كل مكان. يعني لك أن تعلم أن مثلا عناصر تنظيم داعش على سبيل المثال يعني ليس بالضرورة أن يكون موجود أمير لتنظيم داعش في قلب بالزبط. في قلب باريس لكي يجند مجموعات تقوم بعمليات إرهابية. هو الآن احنا لدينا فكرة كبيرة عن طريق العمليات عن طريق أجهزة المعلومات الموجودة الموجودة حاليا بالإضافة إلى الفيسبوك والكمبيوتر المنتشر بكثافة شديدة جدا. تقدر أنت تجند عن طريق الإنترنت ومن ثم تقوم بعمليات وتجند بعمليات تقوم بالفعل في العديد من الدول. على ذكر الفيسبوك كان في مقال هام جدا أستاذ أشرف عبد المنعم اللي هو رئيس القناة اللي احنا فيها ومدير تحرير أهرام كان كتب قال عن حاجه في غايه الذكاء بعيدا عن ان هو اخويا الاكبر يعني بس هي الحقيقه طبعا. بس مهم انك تقول اخوك يعني قال طبعا اخويا الكبير فلازم يعني اتوجه له بالامتنان يعني لو انا قابلتك دلوقتي وقابلت معاليك دلوقتي بعد ممكن ساعتين الاقيك ظهرت لي كصديق على الفيسبوك سجستد يعني مقترح يعني فجاه بعد ساعه ساعتين الاقي اللي هو محمود ظاهر لي لو انت عندك اكاونت او احمد ظاهر او انا ظهر لك يعني هو واضح ان في شبكه عنقوديه داخل البلوه اللي احنا ماسكينها دي تقربنا من بعض وتبعدنا عن بعض. طالما حضرتك كونكتد مع الانترنت توقع ما لا يمكن ان تتوقعه. طالما حضرتك متصل بالانترنت متصل بالانترنت والسوشيال ميديا تتوقع اي شيء. طب الداخليه تواجه ده ازاي؟ هل محتاجه امكانيات اكتر من اللي عندها؟ اقول لحضرتك لا محتاجه طبعا بلا شك. ليه بقى اقول لك؟ على مستوى الدوله احنا عشان شوف انا بقول لك حضرتك ميركل وزيره رئيس الوزراء الالمانيه عملت الجيش الالكتروني وفي روسيا في كذلك. احنا بنقول في مصر الحمد لله يمكن احنا كنا سباقين من سنه 2002 وزاره الداخليه كانت سباقه في هذا المجال وانشات اداره اسمها اداره مكافحه جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات وعملت قصص جامده ويمكن الباشا لو راح هناك هيشوف في امكانيات جامده جدا الاداره دي في اللاذقلي وللعلم ليها هوت لاين 108 يعني هوت لاين 108 دي وزن 24 ساعه لو اي انسان في مصر تعرض لاي هاكينج اي بلاك ميل يا ريت نحطه على الشاشه يا جماعه 108 خط ساخن خط ساخن 108 المباحث الانترنت مباحث الانترنت لو كلمته في اي وقت بيرد عليك ويواجهك لان في نقطه مهمه بقى تعمل بيه لما انت تتعرض لجريمه او تتعرض لاي هاكينج زي ما حصل في جريده الوطن لازم انا كضابط متخصص هناك اقول له طب لو سمحت ما تحطش ايدك على الاجهزه اللي عندك خالص وسيبني انا اجي اعمل الفحص الاناليسيس عمليه المسح عمليه المسح لان كثير من الناس اللي بيتعرضوا لجرائم معلوماتيه او هاكينج او ما لذلك يقول لك لا ده انا الصوره دي وحشه قمت مسحها او قمت مسح الايميل اللي جالي هنا بيضيع عليا ان انا احدد الاي بي اللي جاي منه الرقم على الهواء هو يا جماعه اللي أيوه. عايز يعرف دي مباحث انترنت لاي حد يشك ان هو هاكت او يعني عمل تمام يعني. قرصنة يعني فالإدارة دي بتزخر بمجموعة منتقاة من السادة الضباط والفنيين والعاملين والمهندسين وبتقوم بمجهود وعملت مجهود جامد جدا يعني إن كان في وقت يعني ولكن هي محتاجة أنها تتوسع وده بناشد السيد وزير الداخلية الموقر مجدي بيه أنها لازم تتوسع تكون مش إدارة بقى قطاع عام يكون ليه إدارة في صحيح. كل محافظة من محافظات قطاع زي أمن الدولة قطاع زي الأمن العام بالظبط يا فندم علشان خاطر تواجه هذا الكم العديد. احنا شوف حضرتك حاجة غريبة قوي احنا دلوقتي احنا 100 مليون مثلا موظف مواطن احنا عندنا كم خط تامر بيه؟ لا وصلنا ل 100 مليون بالمش مقيدين لا. حاليا اكشوالي رسمي حوالي 95 تمام كده. عندنا كم خط شغال موبايل 95 مليون خط 95 مليون خط يعني الاطفال معاهم لا بمعنى اللي مستخدمهم كم واحد اكشولي 40 من 40 ل 45 مليون يعني بمعنى معدل ان كل واحد معاه خطين تليفون ودي صغيره جامده جدا. اللي بيشتغل على الانترنت من ال 40 مليون دول 30 مليون 30 دي احصاءات من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء 30 مليون دول 20% منهم يا استاذ سامر بيتعرضوا لانتهاكات وجرائم من ال 30 مليون يعني بنتكلم في ملايين طبعا. فالنهارده عندنا فيكتيمز وضحايا
ابتدت تدخل الجماعات المتطرفه والارهابيه على الصحافه القوميه والصحافه الوطنيه، ابتدت تخش وتنسب لها الخبر. انا لا اريد ان اكرره طبعا، مش لان حد محذرني، لكن انا مش عايز اكرر هذا الخبر عشان ما اساعدهمش يعني. بالظبط يا فندم، ودي اللي بنقولها بقى. احنا عندنا مشكلتنا الشباب ايه؟ اول ما تجيله معلومه حضرتك، يا نهار ابيض ده حصل كذا، ده جريده الوطن يقوم مشير. مشاير انا ليا 500 فريند وحكي 50 فريند. دي بقى اللجان الالكترونيه بقى اللي هي التوظيف في العمليات الخبر. انا اكتر واحد ملدوع من اللجان الالكترونيه. انا عملت فيلم اسمه مشخصات طبعا. تعرضت لحرب من اللجان الالكترونيه اكتر من ما تعرضت الاسرائيل. شفناها حضرتك وبحثنا فيها بالظبط، يعني حرب واللي يحطوا لك علامه على العربيه رصاصه، وبلغته يعني والداخليه وقفت معايا وقفه محترمه. يعني ازاي نطوع ده يا احمد بيه؟ الست اللي هو قاله ده ان هم بيستغلوا ده وبيستغلوا الانترنت، احنا نستغله في المضاد، نعمل مضاد حيوي بنفس الـ 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 الوسيله اللي هم بيستغلوا. يعني انا في تقديري ان الوعي هو الاساس في المساله، وان الدوله طوال الوقت تبقى حريصه على المكاشفه والوضوح طوال الوقت. بمعنى انت مثلا على سبيل المثال، تم توظيف ازمه الكارت الذكي اللي قام بها وزير التموين، وكانت في محاوله لاستغضاب الناس فعلا، زي ما كان صديقي الاستاذ محمود العسلاني بيقول لي انه في الفتره دي تم تسوير وبث شائعات كبيره جدا من خلال عدد كبير جدا من المواقع ومن السوشيال ميديا حوالين فكره استغضاب الجماهير، وان الدوله اتيه على رغيف العيش لما عمل ده وزير التموين لما استخرج قرار، وكان قرار للصالح العام هو قرار الكارت الذكي. انت قدرت تقوم كدوله في الوقت ده انك تخرج وتواجه هذه المعلومات عشان تتحرك بسرعه، تتحرك بسرعة للرد ووقد الشائعات في وقت قياسي، وتقدر وتقدم، بل انك تقدم معلومات واستفسارات تهم الجماهير بحيث انك توقد وتقتل هذه الشائعات في حينها لا تتاخر. في مقترح اخر، حضرتك عارف طبعا ان كل جهاز بيتم شراؤه جهاز حاسب آلي يعني كمبيوتر او حاجه زي كده، بيبقى له حاجه اسمها اي بي ادرس او رقم اي بي او الاي بي ادرس. انا النهارده عندي مثلا تويتر باسم تامر عبد المنعم، فهتلاقيني فيريفايد او انها شخصيه عامه، فليا طبعا علامه زرقاء. المفروض ان اي حد يوثق الاكونت بتاعه، فيبقى انا مدان لو حاجة طلعت من عندي، يعني مش أي حد في أي حتة يعمل أكاونت. يعني الدولة هل ممكن تعمل ده ولا ده صعب؟ لا، أنا أقول لحضرتك حاجة، للأسف الشديد إحنا بنتكلم عن سوشيال ميديا نحن لا نملك إدارتها ولا تصنيعها ولا إنتاجها. سوشيال ميديا إحنا يوزر فيها، الفيسبوك وتويتر وكل الحاجات الإنترنت دي الأدمن بتوعه المتحكمين فيه في الدول الغربية، في أمريكا والدول الغربية، وبالتالي إحنا مستخدمين. يبقى ما يخشش ايه؟ لو خطر على الامن القومي ما يخشش بلد. ما تركيا عامله كده، موقفه الصين عامله لو كده. كان والصين عامله كده، لو كان تويتر وفيسبوك هيضر بالامن القومي، فيسبوك الخاص بيها عامله يعني الحجب يا استاذ سامي، الحجب مش هو الوسيله. احنا قلنا زي ما قال باشا ايه، التوعيه نمره واحد. نمره اثنين، للاسف الشديد احنا حتى هذه اللحظه مهم، الترشيد والتوعيه طبعا مهم جدا. ما هو في برنامج اسمه في تي ان بيلغي في بي ان بيلغي ده، موجود في دبي من شهر كده، اغلقت 10,000 صفحه فيرتشوال برايفت في بي ان. انا هقول لحضرتك حاجه، يعني هو المشكله ان لابد ان احنا في امس الحاجه لسرعه اصدار قانون مكافحه الجريمه المعلوماتيه او جرائم المعلومات، موجود في البرلمان، وناشد البرلمان موجود بيناقش. انا كل ما اجيب واحد من البرلمان يقول لي انا موجود. يا معالي الباشا، احنا دوله رائده في تكنولوجيا معلومات الاتصال، عندنا خبراء قانونيين، خبراء فنيين، بيناقش ايه اكتر من كده؟ العمليه مش محتاجه، احنا دايما متاخرين. ده احنا السعوديه على فكره، القاهره عفوا ست اللي هو مصر ناقشت أزمة التواصل الاجتماعي والإنترنت وتسوير الجماهير عقب أزمة الرئيس الإيراني أحمد النجاد. كان قامت مظاهرات في آخر ولاية لي، قامت مظاهرات كبيرة جدا لدرجة أن الصحافة الغربية كلها بتتحدث عن أنه المعارض لي، مش قادر أذكر بس مين كان بنفسه آنذاك، المعارضة الإيرانية عملت أداء عالي جدا، استوجب على الحكومة الإيرانية قمع هذه المظاهرات. ونجادي أحمد النجاد نجح بصعوبة شديدة
والكلام كثير جدا عن تزوير اردوغان بمكالمه واتساب ولا سكايب رجع بالظبط كلامك صحيح. صحيح. القاهره في الان ذاك عقب وفي راينا ان نظام مبارك وقع بسبب بتاع كده اسمه تويتر وبتاع كده. ده كلام مظبوط. خليني اقول لك على المعلومه دي ذكرها الاستاذ عبد الله كمان رحمه الله عليه الله يرحمه ذكرها في مقال لي بس بعد يناير انه جمعته جلسه مع قيادات الدوله في الامن القومي والاجهزه الاستخبارات والامن الوطني وخلافه انهم كانوا بيدرسوا وكان في وجود يعني كان الجلسه كانت مهمه جدا وازاي كانوا بيدرسوا ازاي يسيطروا على وسائل التواصل الاجتماعي بالترشيد هذه وانهم يستفيدوا من التجربه اللي حصلت في الازمه اللي حصلت في ايران لكنه هذا الاجتماع وقد كما ذكر في مقاله وحصل ما حدث في 25 يناير وخلافه يعني على ايه حال ان مهمه الدوله انا في تقديري ان هي زي ترشد هذه الخطوره توظيف هذه الوسائل. انا معاك حاجه مهمه عفوا وزاره الداخليه كانت مشكوره من فتره تامر بيه قالت والله احنا بنجيب سوفت وير واجهزه معينه عشان ترشيد عمليه استخدام الانترنت. الناس قلبتها قالت لك دي بيراقبوا الانترنت يمكن جات لك رساله على الواتساب من بكره الداخليه هتراقب وهتراقب وتليفونك والواتساب وحصل مشكله حصل الكلام ده صحيح. عاوزين يا اخوانا نفرق بين حاجتين المحتوى العام والمحتوى الخاص. المحتوى العام لو انا نزلت بيج زي بتاع اي حد عمل بيج على الانترنت او على الويب بيج او فيسبوك او ده عام انا بفتحها والبرايفسي بتاعتي او الخصوصيه عامه اي حد يطلع عليها يبقى انا كداخليه او كبلد ابص عليها مفيش مشاكل لو لقيتها بتهدد الامن القومي احاسبك. انما لو حضرتك هتعمل بيه ليك شبكه او ليك باسورد بينك وبين الاستاذ باسورد معين شبكه معينه او شركه معينه لو انا دخلت بينكو وعديت الباسورد ده زي لما دخل على اصبحت انت تقع في فخ الجريمه انا اقع في فخ الجريمه فاذا دي مش مراقبه يبقى ده الترشيد اللي احنا بنطلبه من الدوله ان يكون عندها الاجهزه يكون عندها العنصر البشري المؤهل الكف اللي هو يرصد الانترنت كل الحركه على الانترنت ما بنقولش يراقب الانترنت بس انا لما اشوف موقع اباحي موقع خليع موقع متطرف موقع بيحض على القتل والارهاب بلومبرج موقع البلومبرج الالماني اخطر مواقع الكترونيه مطلع احصائيه ان معظم 65% ممن جندهم تنظيم داعش عبر الفيسبوك طبعا ما هو بيساعدهم في ده ما انا يمكن انا قلت ان عصر التنظيمات الاسلاميه انتهى القديمه هو الان بيجند عن طريق الفيسبوك والمناسبه يمكن قبل 25 يناير في جرائم كتير جدا حتى استطاع ان اجهزه الامن السياسيه احنا حرب معلوماتيه احنا انتوا كنتوا عارفين ان في 25 يناير؟ كانت موجوده يا ابي طبعا هم ليه كانت موجوده والناس وعلى الفيسبوك وكل حاجه موجوده طبعا موجوده ومعروفه وتعرض ليها وموجود كل حاجه او تقدير اثرها وتقدير اثرها ولم يكن هناك اي يعني حسن تقدير صح من القيادات حسن تقدير صح معلش ليه؟ ما كانش حد لسه بيدرك أهمية الفيسبوك وتويتر والواتساب والحتة دي كلها أنها مجمعة ملايين ولكن بس أعتقد لو الكلام ده حقيقي ما كانوش قطعوا الإنترنت يوم 28 يناير يمكن ده يمكن ما إمتى؟ بعد إيه بتقطعوا يعني؟ أنت بعد إيه بتقطعوا تعمل هل في فعلا هاكرز دخلوا وانتحلوا شخصيات شرطية وشخصيات من الجيش شخصيات من المسؤولين؟ طبعا إحنا بص إيه؟ يعني يقول لك 24 hours by 7 24 ساعة في الأسبوع يعني كل يوم ديلي أنت بتتعرض لهاكرز كل يوم يمكن المتحدث العسكري صفحة المتحدث العسكري في الفيسبوك بتحذر المواطنين إن في ناس بتطلع وبتنتحل وبتلبس إيه لبس رسمي وبتقول كذا وكذا وكذا فإحنا بنقول بنخاطب الشباب كله لابد يكون عندك وعي لو لقيت أي مصدر معلومات بيه على الفيسبوك أو على تويتر أو ومعلومة أنت شاكك فيها ما تشيرش ولا تنقلها لزميلك زي ما أنت حضرتك قلت عشان خاطر ما بقاش مساعد على نقل هذه الإشاعة ليه لأن الجيل الرابع من بيعتمد على النقل بيعتمد على الشيرنج حرب المعلومات دي بقى تامر بيه عبارة عن إيه؟ حرب هجومية بيقصدك فور انفورميشن عاوز المعلومة منك تجسس
اجينست فورميشن، اجينست انفورميشن، معلومه عندك انا عاوز ادخل ابوظها لك. اجينست فورميشن وده اللي حصل مع جريده الوطن، هم بيصدروا بيانات معينه وصفحات معينه دخل خبر عليهم اديله حته غلط. وسرو انفورميشن، سرو انفورميشن من خلال الاشاعات، من خلال الاشاعات بقى ببتدي اطلع معلومات. انا خليني اقول لك على حاجه يعني في اطار، بس ما اعرفش سؤالك ايه، بس انت لا انت قول اتفضل يا باشا. انا عايز في اطار توظيف الشائعات، من يعني تقريبا من سنه كده مجلس الوزراء، انا طلعت على الوثيقه دي، مجلس اصدر قرار بعممه على الوزارات والهيئات بانه رصد، قام عن طريق مركز المعلومات في مجلس الوزراء رصد حوالي 35 موقع الكتروني، 35 موقع الكتروني هو ينتمي لمعلوم المصدر وغير معلوم المصدر، حتى مكتوب حتى في القرار كده مجهول، بيصدر من قطر، يصدر من اسطنبول، 35 موقع الكتروني هدفهم بس الشائعات، بينشر خبر ظاهره مهني حقيقي، يعني بالزبط. يقول لك ايه مثلا وزير العدل، مثلا وزير العدل 10,000 جنيه لكل قاضي. أيوة. في بالظبط وانتشرت جامد في بمناسبه عيد الاضحى المبارك. هذا الخبر هو غير مكاذب، لكن المقصود منه استفزاز الجماهير. يجي يقول لك انه مثلا وزاره التموين، خبر قال مصدر بمصدر رفيع المستوى في وزاره التموين ان حصه كل مواطن من الرغيف ثلاث رغيفين او رغيفين او ثلاثه يثير البلبله. من جانبه قال مش عارف ايه، الخبر خبر ظاهره مهني ويتم بثه على طريق عن اكثر من 35 موقع الكتروني، تتلقفه اللجان الالكترونيه، يتلقفه المواطن العادي على صفحاته، يقوم بتشهيره، يقوم حتى يصبح راي عام، لدرجه ان حتى القنوات الفضائيه واحنا الوسائل الاعلام المعتبره بتقوم بالتعامل معه عن طريق النفي او عن طريق تفنيد الخبر او خلافه، فيصبح احنا بنسميه في الصحافه غسيل الخبر، انك بتكتب خبر مكذوب بتروح للمسؤول تناقشه فيه بمجرد اللي بيعتمدوا عليه مثلا في قناه زي الشرق الاخوانيه اللي بيطلع عليها واد تافه زي معتز مطر كده، وبعد كده يلاقي رواق، تلاقي الفيديو متشاف مثلا 800 و900 الف بالزبط مشاهده. هل الناس دي ليها بادجت او ليها ميزانيه من اجل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مخططاتهم، ولا ده بيجي بشكل عشوائي؟ لا مش عشوائي، لا ده منظم شغل جامد جدا، منظم. انا ما اقدرش، انا مش اقتصادي اقول لك ميزانيه قد ايه، بس عاوز اقول لك حاجه. اقول له معتز اهو. اتفضل يا فندم. انما بتتكلف تكاليف باهظه جامده جدا. انت شوف حضرتك الحمله اللي اتعملت ضد السيد الرئيس لما راح امريكا، كافه القنوات والسوشيال ميديا تتملت، دول اجروا له كمان يا فندم اعلانات طبعا وفي المترو، اول زياره، انا هقول زياره بس فشلوا بغض النظر. اول زياره انت تذكر في 25 يناير وجمعه الغضب والكلام دوت، جمعه الغضب دي قبل ما تحصل اي حاجه انا كنت ساعتها في الاداره، كان الاخوان بيبثوا في كليبات مزوره عن ايه؟ عن قتيل هنا ومحروق هنا واعدام هنا كما يفعلون الان مع ولا انت هو بيبثوا كمان قبل كل ذكرى 25 يناير. يبتدي يشتغل على الشرطه، شرطه بالظبط، يبتدي يشتغل على الضباط اللي بيعملوا مشاكل، يبتدي بيسلك مشاهد قتل معينه، تعذيب، لدرجه ان كانت في قضيه كبيره تم الكشف عنها في وزاره الداخليه عن فبركه عمليات تعذيب وتصويرها بان هي متصوره خلسة ومن ثم تترفع على الانترنت. هضيف على كلام سيادتك فيديو الجزيره الشهير العساكر الكاذب اللي عملوه العساكر، والنسر فيه صقر مش نسر، وان مكتوب عياده عيون واحنا ما عندناش حاجه اسمها عياده عيون، يعني اكاذيب من هذا القبيل او يعني بهذه الطريقه. بس ده كان عمل مباشر منظم، انا كنت بكلمك عن عمل تافه وغير منظم ولا حاجه، في عمل تاني منظم بيبدو ان هو عشوائي اتكشف على طول، بيبدو عمل تاني بيبدو ان هو عشوائي، بيصور لك فيديوهات يقوم بتصويرها بشكل كانه مختلس، يجيبوا كرسي خرزان واحد مش عارف ايه ويعذب ويجيبوا ضابط كده يرتدي زي ضابط وخلافه، وهو بيروح راميها على الانترنت، فالخبر انت بتشوفه كانه حقيقي مسروق. هذا ما يحدث الان مع رئيس الاسد في سوريا. يعني انا شفت صوره الموضوع الاخير لوحة بتاع الـ الغاز، لوحه واخدينها على ان دي طفله ماتت بالكيماوي الغاز وهكذا،
وكان في على فكرة قناة الجزيرة بتبث حاجات في ثورة 30 يونيو، يكتبوا جايبين صور لأطفال ماتوا في سوريا وحاطينهم على أنهم ماتوا جوه حصن. أنا الملفوف ده اللي كان بيتحرك في ربع حصن، اللي كان الملفوف ده بيتحرك لما عملوا جثة الشكل هنا في ربع في ربع هم بيتصوروا. ده في واحد أنا شفته أربع مرات ميت، ما أعرفش ده إيه ده. أربع مرات والله فضل ثلاثة فضل ثلاثة بقطة بقى. أنا أقول سيادتك المهم قوي يعني برضو عشان نطلع بإفادة، طب ازاي نتخلص من هذا الهم؟ ازاي أيوة نتخلص منه؟ انا بقول لك بالظبط الكلام المهم بقى على المستوى الداخلي، لابد ان نسع البرلمان سرعه اصدار قانون الجريمه المعلوماتيه عشان يقنن تجريم هذه الافعال ويساعدني في حجيه الاثبات ويساعدني في تتبع الجناه. نمره 2 ودي المهمه واللي اشار بها سيد الرئيس الجمهوريه بصراحه منذ سنه تقريبا، لابد من التعاون الدولي الاممي، لابد الامم المتحده تتدخل في هذا الموضوع، لان لا يمكن لحضرتك ان انت تمنع بس اي موقع ارهابي او موقع متطرف يبث من خارج البلاد الا بتعاون دولي، لان كل هذه المواقع واللي انت شايفه هنا عندنا بيحصل 90% منها تامر بيه وبث من الخارج. صحيح. والنهارده يبث من الخارج، هم انقلب السحر على الساحر. لعلمك بريطانيا اللي هي كانت راعيه للناس المطلوبين عندنا واللي هربوا قاعدين عندها، يقول لك الحريه والاجتماعيه، هم النهارده اللي قاموا عليها بالاجرام ده. وفرنسا وفرنسا هم اساسا كانوا بيحموهم بحجه الحريه، هم ادوهم الحريه، انقلب السحر على الساحر، ابتدوا يتلسعوا منها. واعتقد ان الفتره القادمه ان شاء الله هتشهد تضييق على هذه العناصر الارهابيه. بس هل من حق سيادتك وانت ماشي كده وانا واحمد بيه قاعدين وبنتكلم معاك، فاحمد بيتخانق معاك، فانت تروح مطلع موبايله ومصوره وهو بيتخانق معاك او هو بيشتمك، هل ده حقك ولا ده؟ لا ده قانون الجريمه المعلوماتيه بقى بيجرم دي، مش من حتى لو هو بيغلط فيك انت مش من حقك تصور الا او تسجل لي الا لما يكون في اذن نيابه. ده برضه اما قانون الجريمه او الحياه الخاصه يعني الحياه الخاصه او الحياه الخاصه يا ريس، انا دلوقتي بشتمك وانت بتشتمني، خناقه اهو اتنين في شارع بيتخانقوا، انا مش من حقي اصورك وانت بتشتمني ولا من حقي اصورك وانت ماسك لي حاجه، لان ده لا يعتد به في القانون اللي هو مقترح. يبرمني انا بره قانون الجريمه المعلوماتيه مكافحه الجريمه اللي هو مقترح وهو بيدرس الان، ده بيجرم ان حضرتك تستخدم الموبايل او اي وسيله في تصوير شخص ما بدون اذنه. لذلك تخش مول او تخش مبنى يقول لك خلي بالك تكير هذا المبنى مراقب بالكاميرات، داخل فندق هذا المبنى مراقب بالكاميرات، لابد من تحذير. تحذير ايوه كده بالظبط كده، ده تحذير وده مهم جدا عشان عارف ان انت داخل هتتصور. ولو تلاحظ الفيسبوك ظبطنا او اتظبط كتير قوي من حالات السرقه. حالات السرقه بيستخدموا اطفال كمان، بيخش مش عارف ياخد الموبايل يعمل كده، كل ده بيطلع في المجوهرات وحاجات من دي. فالنهارده القانون احنا في حاجه ماسه لسرعه اصدار هذا القانون، ليه؟ عشان خاطر يقنن الجرائم دي. نمره 2 عشان في حجيه الاثبات القانوني، لان الجرائم دي كلها الدليل بتاعها الالكتروني، يعني حضرتك مثلا صورتني تمام، صورتني وبعدين جيت ايه انا قلت الاستاذ احمد قال لك ده استاذ سامر صورني، ممكن انت في سنه تقوم مسحها مش كده؟ قلت له انا ما صورتوش، بص يا بص اللواء هو ولا بص الضابط دوت يقول لك لا انا ما صورتوش. في حاجه اسمها الالكتريك ايفيدنس او الدليل الرقمي، ديجيتال ايفيدنس الدليل الرقمي، انا بقى اقدر اجيب من حضرتك من الموبايل انت صورته ولا لا بعد ما مسحته. بعد ما مسحته دي سبع مرات. ازاي بقى يا باشا؟ امال ايه؟ في سوفت وير. طب ما تديني تليفونك عشان ابقى في سوفت وير حضرتك. وحصلت قبل كده، كان احدى الساده الدكاتره الكبار كان عنده رساله دكتوراه واتمسحت منه بخطا معين كان بيشتغل فيها اربع سنين، فجينا جاء لنا والحمد لله خدمناه على مستوى عالي، رساله دكتوراه جامده جدا، وكان بعد ما عمل ديليت لكل الديسك اللي عنده قدرنا نرجعه له الحمد لله تمام. فالسوفت وير النهارده مش معنى يعني ده معناه ان انا لما ببيع موبايلي اخطر حاجه اخطر حاجه لاحمد بيه او احمد بيه بيع الموبايل واعرف كل علاقاتك النسائيه بالظبط يا فندم. لا ما عنديش حاجه انت تبيع لي. لذلك احنا بنحذر يا تامر بيه ان اي حد خاصه من اولادنا البنات والشباب لما يروح يصلح الموبايل بتاعه لازم يشيل السيم بتاعته، لازم يشيل الشريحه بتاعته، لازم يشيلها وما يكونش عليه اي داتا خالص. ليه؟ لان اللي بيصلح ده بيستخدمه. طيب خلينا نخرج لفاصل اعلاني ونعود مره اخرى لنستكمل حوارنا الحقيقه حوار شيق مع ضيفين اعزاء. نطلع الفصل ونرجع لكم.
مرة أخرى نعود لاستكمال حوارنا مع معالي اللواء محمود الرشيدي مساعد أول وزير الداخلية ومدير المعلومات بوزارة الداخلية السابق، والصحفي الكبير الأستاذ أحمد الخطيب مدير تحرير جريدة الوطن الغراء. ست اللواء في إعلاميين تابعين للجماعات الإرهابية بيحرضوا ضد الدولة بشكل واضح وصريح، منهم على سبيل الذكر يعني كده مش الحصر يعني على سبيل المثال ولية كده اسمها ايات العرابي والجدع اللي عايزين نحط صورته تاني معتز مطر واخرين، ودول عايشين بالخارج ليهم صفحات على السوشيال ميديا وموثقة وبيبثوا السموم من خلال هذه الصفحات وبيبثوا الفيديوهات المفبركة والفيديوهات ليهم ويروجوا لنفسهم. سيادتك كوزارة الداخلية ليه ما تقفلهاش؟ ما انا اقول حاجة يعني بنتكلم عن الحجب صح كده او القفل، لا اغلاق الحجب. او حجب لا ما بص الاغلاق هنفرق بين يا تامر الاغلاق والحجب. الاغلاق هو انك انت تسكت الموقع وتشيله من الادمن من السيرفر بتاعه خالص فوريفر. تقدر تعمل ده؟ ما انا اقول لحضرتك اقدر ولا ما اقدرش بقى، ده الاغلاق. اما الحجب ان انا ما اخلوش وبس داخل مصر. تاخد الحالة الأولى، الإغلاق أنا عشان أسكت القناة بتاعته أو الموقع بتاعه عبر السوشيال ميديا والإنترنت، هو الموقع بتاعه لا يبث من الداخل البلاد يبث من الخارج وبالتالي من سيرفر خارج، وطبقا لمبدأ إقليمية القوانين لا أملك حق إسكات هذا الموقع. عشان تعرف تحجبه إنما لا دي واحدة بقى، أسكته إزاي؟ أسكته إزاي؟ لازم إن أنا أحرك قضية هنا وأقول الراجل ده بيعمل كذا وكذا 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 وضد البلد وإرهابي وأثاري وكلام ده، وياخد حكم بيه وأروح للأدمن اللي هم السيرفرز بتوعه وأقول لهم ده فيه كذا وكذا. هنا بنواجه بصعوبة إن مفهوم الحرية عندك ومفهوم المقاومة عندك غير مفهوم الأمن عنده. القومي عندك غير عندهم، الأمن القومي غير عنده، وبالتالي دي نقطة هوبلس. نيجي بقى الحجب. الحجب من الممكن ان انا احجب هذه المواقع، وضع طبيعي جدا ممكن وزاره الاتصالات والجهاز القومي الان تي ار اي لتنظيم الاتصالات ممكن ان هو يخاطب الشركات دي اللي هي احنا اللي عندنا ايه 4-5 شركات هم المسؤولين عن بس الاي اس بيز خدمه الانترنت لينا، يعني خدمه الانترنت لموظفين الدوله بتبث من مركز دعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء، اما لمواطنين انا وحضرتك والعالم ومصر كلها من خلال 4-5 شركات اللي هم معروفين يعني كده. فدول ممكن من الان تي ار اي باعتباره ريجوليتور ومنظم عليهم يقول لهم والله دي دول يتحجبوا العمليه دي، فهم هيتحجبوا. هيتحجبوا ايه يا تامر بيه؟ لفتره. انا هو مثلا اللوكيشن من اليو ار ال او الادرس بتاعه العنوان بتاعه كذا 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 يعني لغايه ما يغير هو ويظهر تاني. بالظبط حسيت جاوبت، هو هيغير في وزن ربع ساعة نص ساعة غير وهيظهر لك تاني او يدخل لك حضرتك بايه عمل مثلا ايه القومية العربية وحط لك جيش وصورة الرئيس وبتاع حاجة حلوة ويقوم داخل او منظر ديني يقوم داخل ويبس لك السموم برضو. فالعملية زي ما قال احمد بيه المهم قوي التوعية. نمرة 2 بقى التعاون الدولي. التعاون الدولي مهم قوي 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 في مكافحة الجرائم الإرهابية مع الانتربول. مع الانتربول وبالظبط. أقول حاجة بس في النهاردة القاهرة تقدمت بمشروع قانون للأمم المتحدة بتطلب فيه أن يكون هناك مشروع قانون دولي لتسليم الإرهابيين المطلوبين. بالظبط. ومن ثم العمل على حتى أنا لم أطلع على تفاصيل المشروع بالكامل لكن انا تبادل المعلومات يعني التبادل لا كمان انه يبقى مشروع ملزم لانك انت عندك مشروع ملزم للدول وليست اتفاقيات ثنائيه انت أيوة كان بيتم ده قبل مش توصيات الزام بيبقى مشروع قانون مشروع. وطبعا ليه اليات ليه اليه معروفه حكم قضائي بات نهائي بالزبط. بات وخلافه ده كان بيحصل عن طريق الثنائيات بين الدول وبعضها قبل 25 يناير، ما كانش بيحصل بين دول كتير جدا وكان بيحصل بشكل ودي بين بعض الدول. مصر الآن تتحدث عن مشروع ملزم للدول ضروري بعملية التسليم. أظن أنه موضوع التحريض على الإرهاب سيكون جزء مهم جدا من المشروع. بالزبط. التحريض على استخدام وسائل الإعلام في التحريض على القتل والبث رسائل إرهابية. أظن أن المشروع اللي لابد أن يتخلل هذا المشروع داخل الأمم المتحدة. أنا أعتقد أن المشروع ده لو لقى قبول لدى الأمم المتحدة وتم تفعيله وأصبح مشروع ملزم أنت هتقدر أنك تقضي على نسبة كبيرة من الإرهاب في الخارج، لأن أنت أغلب عمليات التحريض على الإرهاب وإشعال أمد أو إطالة أمد
المواجهه مع الجماعات الارهابيه في الداخل والخارج هو قائم بالاساس من الخارج. بمعنى انك انت عندك دوله زي اسطنبول ودوله اخرى زي الدوحه، انت عندك ايه؟ دم الاسم الدوحه. لا اكبر من كده، ده سرطان يعني، سرطان. انت كانت مواجهه الجماعات الارهابيه في السابق كانت الى حد ما كانت يسيره وسهله، لما كانوا عندهم اجنحه مسلحه في الداخل واجنحه مسلحه في الخارج، انت كنت تستطيع انك تتخلط، استطعت انك في فتره ليست قصيره التخلص من هذه الجماعات عندما صفيت الاجنحه المسلحه في الخارج، وانت كنت بتشتغل كويس جدا بره. الان دلوقتي انت منذ 30 يونيو لحد الان ما يطيل امد المعركه مع الجماعات الارهابيه هو الدعم الكبير جدا الاعلامي واللوجستي من الخارج، بالذات من دولتين زي تركيا وزي قطر. انت لو قدرت انك انت تحقق هذا المشروع وتتفق مع المجتمع الدولي من طريق مشروع ملزم بانك انت تتسلم الارهابيين المطلوبين وتسلم المطلوبين الاخرين ايضا، وانت انا اعتقد ان نقطع شوط كبير جدا او العالم يقطع شوط كبير جدا في القضاء على الارهاب قدر الامكان. يعني انت تعلم انك انت منذ 30 يونيو حتى الان انت عندك العشرات بل والمئات المطلوبين من الخارج، بالذات قيادات الجماعات الارهابيه بالخارج زي القرضاوي وغيره مطلوبين لدى القاهره. انت مطلوب انك انت يكون هناك الزام لدى هذه الدول انت تسلم دولي الزام دولي الزام دولي اه مش انت تسلم بالظبط كده بالظبط انت تسلم هؤلاء المطلوبين لدى مصر. سياده اللواء، هل هناك اخوانا داخل الوزارات؟ داخل الوزارات؟ نعم. بمعنى ايه اخوانا حضرتك تقصدها يعني؟ بمعنى اخوانا داخل الوزارات؟ يعني هناك اخوان داخل الوزارات، يعني قد يكون من قام بالهاك او القرصنة. سيادتك الاخوانا ده فكر وتراكمي اكيوميتد منذ سنوات، والاخوان المسلمين المتواجدين لازم نعترف بكده متواجدين في البلاد منذ 58 وقبل كده كمان 28 يعني متواجدين، وده فكر، ولكن لابد ان يرشد هذا الفكر ولابد ان يكون له انتماء ولاء للوطن. اما للاسف الشديد عمليه الاخوان بقى ان اللي احنا بنشوفهم وللاسف الاخوان الكبار قوي اللي هم القيادات دي اللي بيتكلم في السياسه والارهاب بيعتمد في مخاطبه في تنشئه الاخوان الصغير ده على مفهوم ديني وسطي جميل جدا جدا ما فيش اي مشاكل، لغايه ما يوصل لسن معينه ويشتغل ويبقى في الوزاره وكل حاجه، وهو ليس له اي علاقه باي نشاطات سريه او اغراض. حينما يكبر ويصل الى مركز معين ويشرب عمليه الطاعه العمياء للمرشد بتاعهم يبتدي هنا التكليف يتغير، خلاص هو زي ما اتفقنا قبل كده ان هو شرب بيتاسس اخوان. نعم. فبلا شك ان اللي هيشوفه دول موجودين، فعمليه الاخوان المصاب بمرض الاخوان منذ الصغر صعب علاجه؟ صعب علاجه. انا بقول لحضرتك صعب علاجه، صعب علاجه. بيحتاج جهد جامد جدا بالتوعيه والترشيد والقدوه. لا اعتقد ان الدوله قادره على والدوله لابد ان تكون بشكل حقيقي. لا الدولة ليست لديها إرادة حقيقية في المواجهة. انت حتى الان انت عندك مشاكل الدولة بزرق. ليست لديها إرادة؟ لا 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 إرادة كلامية يعني احنا بنتكلم يعني مش إرادة حقيقية تبقى الإمكانيات يعني معلش تبقى الإمكانيات البريورتيز الأولويات انت عندك شوف النهاردة تامر بيه انت بتحارب على كم جبهة؟ بس دي كلمة خطيرة طبعا لا الإرادة الحقيقية غير القدرة معلش أنا عفوا ما بين القدرة في إرادة معلش أنا يمكن معلش يعني شوية دور القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب في سيناء ده إرادة حقيقية وقوة حقيقية طبعا. أنا بتكلم بقى الإرهاب والتطرف قبل أن يحمل يعني أنا الكلام ده بقوله كتير يعني الإرهابي والمتطرف قبل أن يحمل البندقية يحمل الفكرة فكرة الجيش والشرطة مهمتها عندما يحمل هذا الإرهابي البندقية يواجه من قبل الجيش والشرطة. هذه المواجهة موجودة على الأرض نعم، لكن أنت دي آخر مرحلة حمل البندقية. حمل الفكرة هو الأخطر صح صح هو الأخطر صح. أنت هل عندك مؤسسات فكرية ودينية بي على مستوى المواجهة على المستوى الحقيقي المواجهة تقاوم الفكرة؟ أنا مش هقول لك أنا أقول لك خليني أقول لك أنا رجل أنا رجل موظف داخل وزارة الثقافة طول عمري واخد أجازة بدون مرتب لأن أنا من الفلول فادوني أجازة بدون مرتب، ولكن هل القراءة للجميع ما كانش مواجهة للتطرف؟ الكتابة أبو جنيه وجنيه ونص اللي أقرأ فيه طه حسين والعقاد طبعا وجمال حمدان واحسان عبد القدوس واستمتع بالثقافه والقراءه. النهارده شفت صوره في غايه الروعه يا اخوانا
واحدة عاملة شبكة عنقودية ولكن مش من القنابل والمتفجرات، من الكتب. من الكتب. وبتحارب، فاتحة صدرها كده هو ذراعيها يعني. ده المفروض. وبتقول يعني أنا بحارب اللي شايل قنبلة وبيحاول يقتلني، هو ده ما كانش محاولة؟ فين المسرح داخل مدرسة؟ احنا عايزين نتكلم بجد ولا انا بتكلم بجد ولا نتكلم خلاص؟ لا بتكلم بجد طبعا. لا طب ما النتيجه كانت ايه؟ النتيجه ده موضوع تاني. ان هذا التنظيم المتطرف استولى على سلطه الحكم، استولى على سلطه الحكم في غفله من الزمان وبمساعده عيال، شويه عيال عملاء. بغض النظر عن المساعده، انا بتكلم عن النتيجه. واخترق مؤسسات الدوله. النتيجه ان تنظيم متطرف كبير كان مساعدة خارجيه. لا لا انت ناسي اوباما ودوره. انت ناسي اوباما يا سعاده البيت. ايا ما كان، انا بتكلم عن النتائج، انت بتكلم عن الاسباب. هذه هي الاسباب. لا احنا بقى عارف الاسباب ماشي. انا احدثك عن نتائج الاراده المتوافره، يمكن الاسلوب او القدره بس. كبير فاعل منظم موجود. ده كلام موجود. استولى على السلطه من زي وائل. في إيه؟ من زي وائل. وبقول لك احمد مع احترامي الشديد، الاراده متواجده، الاراده متواجده، الجهد العظيم معلش مش نفاق اللي بيقوم بيه رئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا شايفينه ولامسينه، واي انسان عاقل يفهم ويدرك هذا المجهود. انا مش مختلف على فكره في المرحله. انا بتحدث بالتاريخ، انا مش بتحدث على المرحله. المرحله الحاليه يعني كتب عليكم القتال. نعم. ادفع الفاتوره. ادفع الفاتوره. لكن الاراده الاراده كتب عليكم. الاداره الموجوده الان هي مكتوب عليها القتال، هي تقاتل. نتيجه اعمال سابقه لتاريخ. انت تراكميه. انت تراكميه يعني نظام 30 سنه. ناخد خطوه خطوه. خطوه خطوه. وقبل 30 سنه انت كان عندك فكر متشعب موجود. انت متماهي معاه سياسيا، انت بتتوائم معاه سياسيا، انت بتتفاعل معاه، انت بتلعب جيم وهو يلعب جيم، موجود على الارض، هو مش هو موجود في مكاتب وموجود في مجلس الشعب وموجود في كل مكان. صح. وتتوائم معاه سياسيا لظروف. يعني لما نيجي نتكلم بجد تبقى لما نتكلم بجد بقى. ايوه صح. لكن لو احنا نتكلم بالتوريه نتكلم براحتنا نقول انه احنا في حرب وكان في خلافه. انا قلت لحضرتك انت تتحدث في الاسباب، انا اتحدث عن النتائج. النتائج ان هذا التنظيم، احنا هو الناس فوجئت في يوم 25 يناير ان هذا التيار الديني الجارف طلع بالالاف المؤلفه وكان بيملا الميادين وكان مليان موجود في المساجد، موجود في المساجد وموجود في. انت عايز تتهم الازهر مثلا؟ اتهم الدوله كلها، الدوله كلها، واتهم الادارات المتعاقبه على اداره الدوله. يعني من اول الرئيس عبد الناصر الى الرئيس السادات الى الرئيس مبارك الى المجلس العسكري الى يعني حتى الان انا لا اجد اراده. الرئيس عبد الفتاح السيسي لدي اراده حقيقيه لكن ادواته مش موجوده. طب احنا بنتكلم في المرحله الحاليه، الاراده الحقيقيه احنا بنتكلم دلوقتي هو حصلت يعني التقييم اللي فات ده موضوع تاني. المؤسسات تقوم بدورها. ايوه. مفيش حتى الان لا احد يريد. اذا هناك اخوانا داخل مفاصل الدوله. انا شخصيا شايف ده، انا شايف حتى موجوده في اخطر المؤسسات الفكريه على الاقل يعني زي الازهر. وايه تاني؟ الازهر. وانت دي مؤسسه كبيره يعني يشار اليها بالاعتدال في العالم كله. بس انت رافعين عليك قضيه في الازهر يعني. قضايا مش قضيه واحده، لكن لما تنظر في حقيقه الامر تجد ان خايف يبقى في اخوانا داخل الكنيسه كمان يعني. الاخوانا دخلت بشكل جبار داخل مؤسسات الدوله. يعني باشا الاخوانا يتفق مع الشيطان ضدك في سبيل تحقيق مصلحته. ما فيهاش نقاش. بتدرسوا يا فندم في الشرطه؟ مع عمري ما سالت السؤال ده بس عايز اساله. بتدرسوا في الشرطه الشخصيه سيكولوجيا الاخواني ده عامل ازاي؟ مش الاخواني تحديدا، ولكن الفسيولوجي او الشخصيه السيكولوجيه بتاعه المواطن او بتاعه الكريمنال سوري المجرم او الجاني بتدرس ومنها بتستنتج وبتخلص لنتائج معينه. ده متطرف، ده ارهابي، ده كذا ده كذا. يعني في دراسه وبتيجي دكاتره متخصصه من الجامعات بتيجي تدي محاضرات في كليه الشرطه في الفلسفه والنفس وعلم المنطق وتحليل الشخصيه وتحليل المضمون وتحليل المعلومه، تحليل المعلومه كمان. يعني الحمد لله النهارده اكاديميه الشرطه وصلت لمرحله تعليم الكتروني وحاجه عظيمه جدا جدا، بنطلع اجيال بيحاولوا. كيف تقرا شكل مدرسه الاطفال اللي كان يمكن من 50 سنه مختلف عن من 30 سنه مختلف عن الان، وقد اصبحت الطفله محجبه؟ لا هو الحجاب معلوش خلاف. هو انا بتكلم على الطفله. لا معلوش زياده نسبه الحجاب في الاطفال. احنا معنيين بالافكار يا استاذ تامر، الفكر اللي هو زرع الفكر من البدايه. صح. انت لما تدخل المسجد وتجد افكار يعني انت كنت تدخل المساجد قبل يناير
تجد الشرائط الموجوده ما تلاقيش لحال المعتدلين ابدا، كله مشايخ متطرفين موجودين، المساجد مليانه ومعبره. كلامه صح، المساجد صح كانت الحته دي مظبوط، كانت مفرخه حقيقيه للرجال، كانش في متابعه، كانت متروكة. قصور لا لما طبعا قصور لما تبص حتى الكتاتيب كانت موجوده، كانوا يعني بدل ما المسجد يتحول الى يعني يتحول الى دور عباده، دور عبادة وساحه حقيقيه وحتى بس افكار معتدله وللحياه، حتى تجد ان انت التنظيم الاخوان انه لولا التنظيم الاخوان على فكره لو ترك ليه المساجد يرجع لك بعد سنه، يرجع يمسك الحكم في 2018 يرشح ورشا لو تركت له المساجد. المسجد هو لما عندما تركناه احنا منابر الاعتدال تركته الى منابر التطرف، انت وجدت هذه التنظيمات متغلغله. انت الان انت كل سنه بتيجي تلاقي احتفال جميل وحلو زي احتفال عيد الام، تكريم الام، بتجد كل سنه معركه بين الاعتدال وبين التطرف، ان واصوات المتطرفين اكبر واعلى ومنتشره بالرغم ان هم اقل، بالرغم ان هم اقل. انا بتكلم في شيوع الافكار، انا ما بتكلمش القله هنا، انا عندي، لكن هم اكثر في الفكر. انت تجد الناس يجي يقول لك ايه الاحتفال بعيد الام حرام، التهنئه الاخوه المسيحيين حرام، هذا هو الشائع، الاحتفال بالمولد النبوي لاستخلص ان الانترنت، يعني انا اقصد ان هذا الفكر شائع ومتغلغل وموجود. الانترنت وحروب الجيل الرابع وحروب المعلومات كما اطلقنا عليها في حلقتنا، للقضاء عليها مش فقط امنيا ولا فقط ان احنا نستطيع ان احنا نحجب او نقفل صفحات، وانما لابد ان نبدا من الجامع كما قال، من المدرسة، من المدرسة، وايضا بالتوعية لكشف هؤلاء. فقط امن مش هيمشي لوحده، القبضة لوحدها مش هتمشي، الامن بيتعامل حينما يكون هناك سلاح محمول صحيح في وجهك. انا عاوز اضيف نقطه تاني مريبي بعد اذن حضرتك، ان صحت امر سيادتك ربنا يخليك. في الوقت ده في الديجيتال وورد، العالم الرقمي، وتاثير السوشيال ميديا والانترنت والاعلام على الجيل والمجتمع، لابد ان نواجه تماما اعلام العار، الاعلام الفاشل، الدراما والفن الهابط، الدراما والفن الهابط اللي بنشوفها في التلفزيونات وبنسمع ايه في رمضان فلانه هتقدم مش عارف ايه وبتاع، وصلنا لعمليات رخيصه جدا. ابتدت الكلام ده ياثر في الاجيال. النهارده للاسف الشديد ابتدينا اول مره نسمع حالات تحرش واغتصاب مع اطفال في ابتدائي في اعدادي. مدرس من اسبوع كده كان في احدى البرامج، كان مع استاذ وائل، كان جايب مطاوي وحاجات مندي وسنج وكده مع الطلبه. كل الكلام ده من الدراما الخليعة، الدراما الانحرافية اللي ابتدت تنهش في أجساد أولادنا، وابتدت تديهم أفكار مسممة مش أفكار قيمة ومبادئنا اللي احنا تربينا عليها. كلمة أخيرة ختامية للأستاذ خطيب. أنا ما زلت برضو أنا أعول على دور الدولة في المواجهة. الدولة حتى الآن دور الدولة لديها تقصير. أولا الدولة بأفعالها بتصنع الإرهاب في الأصل، يعني عندما أنت يعني المؤامات السياسية اللي بتدخلها الدولة مع هذه التيارات هي السبب فيما نحن فيه. حتى تشويه الثقافة المصرية سببها الدولة، الدولة نفسها بتدخل في مؤامات سياسية مع هذه الجماعات. عندك الحريات يا أستاذ أحمد، لا أنا مش حقا جامدة جدا، يعني الإعلام ده لما الفن، أما الإعلام والفن تيجي تقول لهم كذا يقول لك الحرية، أنا حرية حرية الإبداع. لا الحرية شيء، مش حرية الإبداع اللي حصل شيء، وحرية الإرهاب والتكفير شيء ثاني خالص. أنا لا أتحدث عن ذلك، أنا أتحدث عن المؤامات السياسية. أنا كثير كان قبل كده معلش، المؤامات اللي حضرتك بتقولها دي كانت قبل 30 يونيو. انا بصراحه انا بقول لك كان في مؤامات وكان في معايا مره معايا مره، انما النهارده لا. انا ما يدرين ان بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا بس نكمل معاه انه ما يحصلش مؤامره مع الجماعات، لا بس هو ربنا ينصره. انا راهنك ما يدرين انا علق ده حصل ايه، لا ده حصل. انت بعد الرئيس عبد الناصر جه رئيس، هو نائب بتاعه بتاع الرئيس عبد الناصر، نائب الرئيس عبد الناصر، ودخل في مصالحه ومؤامره سياسيه وقتلوه مع التنظيم. ايوه هو دفع الثمن لان هو وقتلوه. لا طبعا احنا الرئيس مبارك، التجارب والخبرات، الرئيس مبارك ايضا دخل في مؤامره سياسيه، ورغم انه راى الرئيس عبد الناصر الرئيس السادات يقتل امام عينيه. الرئيس دخل في مؤامره سياسيه انما ادخلهم في البرلمان، دخل كمكتب ارشاد، مكتب ارشاد علني، ثبتهم فتره طويله 30 سنه. انت حاطط الاخوان كده يعني على الرف، يعني بنشوفهم في افلام عادل امام بس. بس اللي حصل بعد مباراه بعد الرئيس المؤامره كانت جامده شويه. انا عاوز اقول لك بكل اسف وقت فقرتنا
يعني بس انتهى. يعني انا عاوز برضه معلش يعني الشعب دلوقتي وبعد 30 حاضر. يونيو اصبح قادر. الشعب بينسى يا لا 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 اصبح قادر على التنميه. لابد من التوعيه ولابد من تذكير الناس بما حدث في 3/7/2013 بيان وزير الدفاع وقتها انذاك الرئيس عبد الفتاح السيسي. نفتكر اللحظات دي علشان ما نرجعش لهذه الايام مره اخرى. بشكر سياده اللواء محمود الرشيد مساعد اول وزير الداخليه السابق على حضوره معايا، وبشكر الاستاذ احمد خطيب مدير تحرير الوطن. لو انه ماشي النهارده شكله كده اتعصب في اخر حلقه وبعد كده جسمه ضخم ممكن يضربنا ولا حاجه. الفقره اللي جايه هتكون عن جنون الاسعار وزميلتي الاستاذه ماء عثمان، وهيكون ضيوفها الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، والاستاذ محمود العسقلاني مؤسس جمعيه مواطنون ضد الغلاء. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وغدا أنا معاكم في حلقة جديدة من 90 دقيقة آخر الأسبوع. هيكون معايا أبطال ومنتجة فيلم البتراء أو بترا، يعني بيقال عليه بترا وبيقال عليه البتراء، والبتراء دي منطقة في الأردن. غدا ليلة فنية في 90 دقيقة آخر الأسبوع. تصبحوا على خير، وأسيبكم مع الزميلة مها عثمان.